عندي خضر، عندي مسلق، عندي مطيشة. موليش نبيع. هذا صار عنده الفلفل، عنده الدنجال، عنده الخيار، عارف الأسمنة، عارف باش يسوق، عارف كل شيء. والغلاء تيقولك المرصود، تيقولك الأمطار، تيقولك بزاف العوامل، تيقولوا الناس يقولوا هذه بزاف. وليت كاين الغلاء. والله يرحمنا، خصنا الشتاء إن شاء الله باش هاد الأسعار تحيد، هاد الغلاء، هاد الغلاء عانت منه الناس بزاف. اللي جاي يشكي، اللي جاي يشكي، اللي جاي يشكي، اللي جا مسكين 10,000 ولا 8,000 ولا 7,000 تكشي اللي تيدي فيها جوج ميكات ولا ميكا ونص. اللهم ارحمنا. شويه الحمد لله، راه بنادم كيتقدى كيعدو، كيما ما عدوش راه كيتقدى بنادم اللي قسم الله كياكل. ومعاش راه كاين شويه الغلا، واني اش غدير؟ ولا ولا على الزيت كاع تلحق لي. وديما 2400 2600 لا لا كلشي غالي ولدي، الله يحسن العون. وصافي المسكينه ولا كيشوف القفه صاحبي، كنا القفه 100 درهم صاحبي كتضرب لك 3 ايام 4 ايام 5 ايام. دابا القفة 100 درهم، قال 100 درهم تحشم تدخل صاحبي. هات الجبانة، شحال الجبانة؟ شحال؟ 1000 فرانك. 1000 فرانك جبانة، شحال الفرانك؟ شحال الجبانة؟ ها هي الجبانة 240. دابا أنا غناكل الجبانة 240، ملي غندخل معايا 1000 ريال مثلا، 1000 ريال غندخلها معايا للسوق. واش يمكن لي غادي ناخذ جبانة بكيلو ديال الجبانة؟ ما يمكنش. لا على غيجوني 4 الحبات من اللي قدام، على غيبداو يقطروا لينا ملي كنسمعوها كيخلعوا فينا البوطه ب 2400. نهزوا السيوف ونخرجوا ندبروا على راسنا. ما حنا راه ضارب الحبس وماشي كنتعنى به، الحمد لله وليت فهمتيني، ما كاين لا حبس لا والو. بغينا نخدم حلال، ما لقيناش فاش خدمه. وكنشوفوا الناس يشوفوا من حالنا تشرى بزاف عينا وكثروا علينا. انا جيت من فرنسا، زعما ما كنتش كنتوقع، ما كنتش كنتوقع راه غاليه بزاف. كورجيط دايره 260 باش خديتها، خيزو 120، بابا 120. زعما ما كاينش عندنا شي في فرنسا، زعما مستحيل درويش يعيش اللي كندي 100 درهم بحال كديت 400 ريال، ما يمكنش. والو والو مسكين، واش غادي يشري؟ يشري كورجيط 260 باش غادي يشري اللحم؟ باش غادي يهوي شحال كيربح كاع؟ الخدمة ما بقاتش. أزمة زعما، راه خصني الإنسان يشوف شي حل لهذا الشيء. زعما الدرويش زعما راه بقى فيا بزاف، بقى فيا. مشيت للسبيطار ما يديها فيك حد، زعما الناس كيعاني والله يحسن العون. وصافي الغلا راه قتل الولاد. بلاك كيدخل 100 درهم السوق ما كيدير بها والو. بطاطا 120، البصلة 140، الماطيشة 160، الجلبانة 300، بزاف قتلوا المواطن. قال لك باغي نزيدوا شي في البوطة، هاد الناس راه باغيين يتفرقوا عليهم عباد الله. يديروا شي حل مع عباد الله، يديروا شي معاونة، شي حاجة. الناس اللي ما عندهاش، كاينين الناس عندهم موفرين، يجي يتقدم ما عندوش الموفر. ولكن بنادم كيجي بس 600، اش غيدير ليه 600 1000 اللي ما كدير ليه والو؟ خاصهم يتعاونوا معاهم ويتعاونوا مع عباد الله. راه بنادم بزاف قتلوه، راه هذا. كاين الناس قلت لك راه ما لاقياش 4 ريال ملي ما تاكل، ما لاقياش، يعني راه قتلوه عباد الله بزاف. والله يدير شي شاوي ديال الخير وخلينا اليوم الله سبحانه وتعالى ولا غيقادنا كاملين ان شاء الله.